ايه ده؟ مسابقة جديدة؟ اعرف الكلمة بالانجلش واكسب 100 دولار، واعرف الكلمة بالعربي واكسب 100 جنيه. اكيد طبعا الانجليش دي سهلة قوي. سي ايه ده غلط؟ ازاي؟ كاميليا خدي بالك، في الانجليش في حروف كتير قوي هتنفع. تصدقي يا ماما عندك حق، وللأسف المرة دي برضو ليكي 3 محاولات بس. 3 محاولات بس؟ طب وانا هعرفها ازاي؟ انت روحي المدرسة دلوقت وخلي اصحابك يساعدوكي. اوكي صباح الخير. بنات عايزة اعرف اشتركتوا في انهي مسابقة؟ انا يا ميس اشتركت في الانجليش. وانا يا ميس اشتركت في العربي. وانا كمان في العربي. كلنا في العربي. ايه ده انتوا كلكم اشتركتوا في العربي؟ ايوه طبعا، المسابقة بتاعتنا اسهل بكتير. ايوه فعلا هي صعبة قوي، بس انا هقدر عادي حلها واكسب، ايه المشكلة؟ اصلا مفيش قبل كده حد كسب في المسابقة الانجليش. ما تخوفينيش. اف بقى. كات طلعت غلط وفات طلعت غلط، يا ترى ايه؟ هاتي ده ورايا مذاكرة. ايه ده؟ ناقص 5 ثواني واخسر اللعبة؟ هات هات ماما، انا كسبت التحدي. نزلي 3 حروف تاني، انا هكتبهم. سي ايه كا كار. ايه ده غلط؟ كاميليا اقري الدرس. حاضر يا ميس. On warm days I was sitting with my family and my cat. كاميليا وقفتي قراية ليه؟ ايه اصلي يا ميس مش هينفع اكمل. كاميليا اطلعي برا، انا زهقت منك. حاضر ندى، انا نفسي اكسب ال100 دولار، ساعديني عشان خاطر. ما احنا قلنا المسابقة بالانجليش صعبة. معلش بقى انا صاحبتك الوحيدة. ماشي قولي لي الحروف. بصي يا ستي، سي ايه وبعد كده شرطة. ثواني ثواني، البتاعة دي جايباها منين؟ حلوة قوي. الكاب دي من دي فاكتو. كاب؟ ندى انا كسبت التحدي. ندى انا جالي 4 حروف تاني، انا هكتبهم. سي ايه شرطة ايه. انا شكلي كده مش هكسب ال100 دولار. صعبتي عليا يا كوكي، انت الكيسة بتاعتك صعبة قوي. كده يا ندى انا الكيس بتاعتي صعبة؟ ماشي. ايه ده ندى؟ بنات بطلوا كلام، يلا يا كاميليا اقري الدرس. حاضر حاضر يا ميس. ويا كاميليا لو مش هتكملي قرايه للاخر هديكي 0 في اعمال السنه. ما تقلقيش I will take care. ايه ده ميس؟ خلاص انا مش هقرا. يا كوكي انت لسه زعلانه مني؟ ايوه انت خليتي فرصه تضيع مني. انا جايبه لك حاجه حلوه بتحبيها. جايبه لي ايه؟ الله التشيز كيك اللي بحبها. ندى الكلمة هي كيك. انا كسبت ال100 دولار. العب لعبة جديدة واخد 100 دولار تاني؟ اوكي ارتب الشكل ده واقول اسمه. ايه المسابقة الغريبة دي؟ ايه اللي يا ترى لونه احمر؟ استخدم وسائل مساعدة؟ اكيد. خدي بالك يا كاميليا لو استخدمتي 3 وسائل مساعدة هتكسبي بس 50 دولار. حاضر حاضر مش هستخدمهم كلهم. يا سلام كده انا عرفتها يعني. احمر احمر طماطم. غلط. كاميليا بطلي غباء، هي الطماطم ليها ايد. طب اعمل ايه؟ انا هستخدم وسيله مساعده تاني. بجد انتوا بتضحكوا عليا عشان ما اكسبش ال100 دولار. ندى ساعديني انت عشان خاطري، انا كده مش هكسب. ماشي هساعدك، هي حاجه بنعمل فيها الاكل. الحله صح؟ ايه ده ايه الشكل الغريب ده؟ انا كده مش هكسب خالص، فيها شرط كتير، يبقى مدورة، حاجة حمرة ومدورة، يا ترى ايه هي؟ كاميليا ما تعصبنيش، مش شرط يعني تكون لونها احمر. عندك حق. طب انا هعمل ايه؟ انا هختار وسيلة مساعدة. مهمة قوي؟ لا بجد انت كده ساعدتني يعني؟ انا خلاص هعتمد على نفسي، هي حاجة مدورة وفيها اسهم. ندى انا مش عارفة احلها، ايه رأيك اختار وسيلة مساعدة تاني؟ لا يا كوكي مش هتستفادي حاجة وهتخسري ال100 دولار. طب ايه هو انت عارفاها؟ ساعديني. صدقيني مش عارفاها، هي صعبة قوي. طب اعمل ايه؟ ايه ده 3 ثواني واخسر اللعبة؟ 3